حتى نتعرف أكثر على حالة الطقس لباقي اليوم والأيام القليلة القادمة. أكيد راح يكون معنا مدير قسم التنبؤات الجوية في دائرة الأرصاد الجوية المهندس إبراهيم إسعيدات. صباح الخير مهندس إبراهيم. صباح الورد، صباح الورد سمر ولجميع مشاهدينكم الكرام، مية هلا. يعني من خلالك مباشرة وعلى الهواء من خلال برنامجنا وشاشة التلفزيون الأردني، يا ريت تطلعنا على أحوال الطقس لباقي اليوم والأيام القليلة القادمة، تفضل. بمشيئة الله تعالى، صباح الخير للجميع مرة ثانية. يعني هو امتداد لمرتفع جوي راح يضل مأثر على المملكة حقيقة من اليوم، نحكي حتى ليوم الثلاثاء، يعني لوسط الأسبوع بمشيئة الله تعالى. بشكل عام الأجواء مستقرة، اليوم درجات حرارة راح تكون أعلى من معدلاتها الاعتيادية بقليل، الأجواء مشمسة في مختلف مناطق المملكة، طبعا بتكون في المرتفعات الجبلية العالية باردة نسبيا، ولكن في الأغوار والبحر الميت والعقبة أجواء لطيفة، ومع ساعات الظهيرة يعني ساعات الذروة لتسجيل الحرارة العظمى، يعني مختلف مناطق المملكة نقدر نوصفها بأنها أجواء لطيفة، وبالتالي اليوم أيضا الأجواء مناسبة حقيقة لممارسة أي نشاط كان تنزه أو أي نشاط من نوع آخر. بالليل السماء طبعا صافية، الأجواء باردة بوجه عام في مختلف مناطق المملكة، ورياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه. نتوقع اليوم حرارة عظمى في عمان تكون 17 مئوية، بالليل 8 درجات، في المرتفعات العالية شمالا وجنوبا بتوصل العظمى اليوم ل 14 والصغرى 4 درجات مئوية، وفي الأغوار والبحر الميت والعقبة بأواسط العشرينات تكون درجات الحرارة، وتوصل في البحر الميت لحوالي 27 درجة مئوية، وبالليل تنخفض ل 13. وطبعا الأيام الجاية مثل ما حكيت لحضرتك يعني لليوم الثلاثاء الأجواء بشكل عام نحكي مستقرة مع درجات حرارة مثل اليوم، بينما يوم الثلاثاء راح يكون في ارتفاع واضح لحوالي 20 درجة مئوية بتوصل العظمى في عمان، والله أعلم. بس ابراهيم سعدات، انا يعني يوم ثلاثة رح استناه على احر من الجو، اشتقنا للدفا والشمس الساطعه، وان شاء الله يا ربي انه زي بجوز دائما ما بشير الى انه شتاء كان كريم، معنى ذلك انه في ايضا ربيع جميل. شكرا جزيلا لك المهندس ابراهيم سعدات، رئيس قسم التنبؤات الجويه في دائره الارصاد الجويه.